السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وتكونوا بصحه جيده. اليوم جبت لكم وصفه تاع سلطه دو بولب ولا القرنيط كما نعيطولو في الجزائر ولا الاخطبوط. انا خيرت النوعيه تاع هذا القرنيط صغار هكذا باش يكونوا طريين يجوا سهلين الطياب. وقبل ما نطيبهم لازم نديرهم في الكونجيلاتور يباتوا. انا كانوا ديجا دو جوغ في الكونجيلاتور. نوري لكم كيف الطريقه اللي يغسلوهم بها. فوالا نقلبوا له راسو ونحيوا له هذوك واش كاين داخل. فوالا نلقى واحد لي بول داخل نحوهم كامل. هذه ثاني شوفوها نزيدو نحيوها. من بعد غليته باش نغليه لازم ندير له الرند لداخل خاطر هو القرنيط يطلق واحد الريحه شويه ماشي مليحه. كي توسلو الرند يولي ما يريحش ريح غير ريحه الرند. ومن بعد ثقبته بالموس صدته بلي طايب. دوكا نعاود نغسلو مليح نحيلو كامل هذيك الجلده الحمراء اللي تجي فيه. هاهم المكونات اللي يجيو معاه: المايس، طماطم، كورنيشون، زيتون، بتي بواز، روديا، البطاطا. تقطعهم كامل رقاق. لافوكا بصح علاش الانسان على حسب واش عنده الخضره واش عنده يدير، ماشي شرط لازم يكونوا كيما هادو. زيت الزيتون مع سيترون. واش هي انا هذيك بور ديكوراسيون بور ديكوري هذيك لا سالاد، هذوك الريسان ما قطعتهمش خليتهم عمرتهم لداخل شويه بهاد لي ليغوم، درت لهم شويه تاع لا فينيغريت لداخل وخليت واحد ما قطعتوش حطيته من الفوق باش نديكوري به. وان شاء الله تكون عجبتكم هاد لا سالاد. والسلام عليكم.